السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع حصر الحديد يا شباب نتكلم عن ازاي نعرف نحصر الحديد. الحديد يا شباب عشان نقدر نحصره احنا محتاجين نجيب وزن المتر الطولي. وزن المتر الطولي ده عشان نقدر نجيبه محتاجين ان احنا نعرف الكثافة، محتاجين ان احنا نعرف الحجم. يعني ايه الاول وزن المتر الطولي؟ يعني سيخ حديد طوله 1 متر، سواء كان قطره 8 مللي، 10 مللي، 12 مللي، 14 مللي، 16 مللي، 18، 20، 22، 25، 32. يعني سواء ايا كان قطر السيخ احنا عايزين نعرف نجيب وزن 1 متر طولي لأي قطر من هذه الأقطار. طيب الحديد ليه كثافة؟ الكثافة دي احنا عرفناها من المعمل، يعني من الاختبارات المعملية عرفنا ان كثافة الحديد الرقم ده. الكثافة كلنا اتعلمنا في الكلية انها الكتلة على الحجم. لو الحجم 1 متر مكعب، 1 متر مكعب، متر في متر في متر، 1 متر طولي، طول متر، عرض متر، ارتفاع متر. لو 1 متر مكعب هيبقى الكثافة هتطلع هي الحجم. يبقى الكثافة هي وحدة الحجوم اللي بتكون موجودة بالنسبة لنا. الكثافة هي وزن وحدة الحجوم. الكثافة هي وزن وحدة الحجوم. وحدة الحجوم يعني 1 متر مكعب. طيب لو احنا عايزين نجيب وزن ولكن الوزن ده لحجم مختلف مش هيكون واحد، فاحنا بنبدأ نقول ان الوزن اللي هو الكتلة بيساوي الكثافة في الحجم. الكثافة في الحجم، احنا هنا بنقول ان الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، لكن انا هقول ان الكتلة بتساوي الكثافة ناتج ضرب الكثافة في الحجم. طيب الكتلة اللي هي وزن الوزن، الكتلة اللي هي الوزن، وزن المتر الطولي يعني وزن 1 متر كما ذكرنا هيطلع بيساوي الكثافة. الكثافة اللي هي جبناها من المعمل اللي هو الرقم ده فحطيناه هنا. طيب الكثافة دي يا شباب هنضربها في الحجم بتاع السيخ. الحجم بتاع السيخ، السيخ ده عبارة عن اسطوانة. الاسطوانة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن دايرة، شكل القاعدة بتاعته عبارة عن شكل دايرة وليها ارتفاع. يبقى الحجم عبارة عن مساحة الدايرة في الارتفاع. مساحة الدايرة اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي باي ار سكوير في الارتفاع اللي هو 1 متر. طيب او اللي هو ط ناقص تربيع، ط او الباي اللي هي بتساوي 3.14 من 100. تمام، يبقى احنا كده كلنا عرفنا ازاي بنعرف نجيب وزن المتر الطولي. يبقى وزن المتر الطولي بيساوي الكثافة في الحجم. هنجيب حجم 1 متر طولي وهنضربه في الكثافة هيطلع لنا وزن المتر الطولي. تعالوا بينا مع بعض نروح نعرف الكلام ده بيتعمل ازاي. يلا بينا. طيب صلوا بينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نجيب وزن المتر الطولي لسيخ الحديد. طيب عشان نقدر نعمل الكلام ده نعمله ازاي يا شباب؟ احنا عندنا اقطار للحديد، عايزين كل قطر نعرف نجيب وزن المتر الطولي بتاعه. احنا قلنا ان وزن المتر الطولي بيساوي الكثافة في الحجم، واحنا كلنا عارفين ان الحجم عبارة عن المساحة في الارتفاع، والمساحة كلنا عارفين ان سيخ الحديد عبارة عن شكل اسطوانة، فالاسطوانة مساحتها مساحة الدائرة اللي تحت اللي هو هيبقى باي ار سكوير او ط ناقص تربيع في الارتفاع اللي هو ارتفاع السيخ. كويس، لو ارتفاع السيخ 1 متر يبقى هنجيب وزن المتر الطولي، لو ارتفاع السيخ 12 متر يبقى هنجيب وزن السيخ كله. يبقى هي دي الفكرة بتاعتنا. طيب بالنسبة لأقطار الحديد اللي احنا بنشتغل بيها والجدول اللي احنا عايزين نحطه دوت، عايزين نشتغل بيه كده ونملى الخانات، يبقى عندنا وزن المتر الطولي هيطلع بيساوي ايه؟ بيساوي الكثافة في المساحة في الارتفاع. المساحة اللي هي هتبقى ط أو الباي اللي هي 3.14، ده رقم ثابت، والكثافة رقم ثابت اللي هو رقم دوت. نق اللي هو نص قطر السيخ، ونق تربيع اللي هو نص القطر في مضروب في نفسه، والارتفاع اللي هو ارتفاع السيخ. طيب لو ارتفاع السيخ 1 متر يعني 1 متر طولي،
القطر بتاع السيخ هيبقى كام؟ لو احنا جينا كده وقلنا ان ده 1 متر طولي، نزلنا بيه كده لتحت كده، كررناه مثلا، القطر عندنا فيه سيخ حديد رفيع قوي بيستخدم في الجبسون بورد والكلام ده، هكتبه لكم برضه عشان ايه بنهزر مع بعض يعني، مش مشكلة. يبقى قطر اللي هو 6 مللي، في القطر اللي بنشتغل بيه في الكنات اللي هو 8 مللي. بالمناسبة القطر 8 مللي في مصر حديد أملس، في السعودية حديد مشرشر، والكنات هناك بتبقى حديد 8 مشرشر. طيب عندنا حديد قطره 10، حديد قطره 12، حديد قطره 14 موجود في السعودية، حديد قطره 16، حديد قطره 18، حديد قطره 20، حديد قطره 22، حديد قطره 25، عندنا حديد 32. طيب دي الأقطار اللي احنا بنشتغل بيها. الأقطار اللي احنا بنشتغل بيها دي يا شباب، لو احنا جينا عند نص القطر دوت عند نق، وقلنا له ان النق ده بيساوي القطر على 2، هيطلع لي ان نص القطر 3. لما اضرب الـ3 في نفسها هيطلع لي نق تربيع بـ9، 4 في نفسها هيطلع بـ16، وهكذا. الـ8 في نفسها يطلع بـ36، وهكذا. 7 في نفسها بـ49 يعني، وهكذا. طيب الفكره كلها بقى فينا يا شباب، ان انا دلوقتي عايز اجيب وزن المتر الطولي. طبعا ده هيبقى ثابت عندنا، هيكرر وزن المتر الطولي هيطلع بيساوي الكثافه في الباي او الطه في النق تربيع في وزن المتر الطولي اللي هو 1 متر ارتفاع السيخ. كويس، اقول له انتر، خلاص هيجيب لي وزن المتر الطولي لسيخ الحديد دوت اللي هو 6 مللي دوت. طيب لو انا قررت المعادلة دي كده مع بعض، قررنا الكثافة خليناها عندنا رقم ثابت، هنلاحظ لو جينا مثلا عند رقم كلكم حافظينه، مثلا حديد 16، كلكم حافظين ان حديد 16 السيخ اللي طول 1 متر وزنه كيلو و57، تمام، يعني يعتبر مثلا كيلو 600 جرام تقريبا. الحديد ال 18 وزن السيخ الواحد متر وزنه حوالي 2 كيلو، يعني دي ارقام ثابته. طيب وزن السيخ بقى بيساوي كام؟ وزن السيخ ده بيساوي وزن المتر الطولي لما اضربه في 12 اللي هو طول السيخ ذات نفسه، يبقى ده وزن السيخ، ده وزن السيخ اللي طوله 12 متر، وده وزن المتر الطولي. كده حضراتكم معانا الجدول اللي قدامنا ده، عرفنا منه ازاي نقدر نحسب وزن المتر الطولي لأي سيخ بأي قطر. طيب يا شباب، في نقطة عايز بس انوه عنها، ان مختصر القانون كله على بعضه عشان نختصره والدنيا تبقى بسيطة، فوزن المتر الطولي بيساوي القطر مضروب في نفسه، يعني القطر في القطر على 162. وزن المتر الطولي بأسلوب سهل بسيط بيساوي القطر أضربه في نفسه وأقسمه على 162، هيديني وزن المتر الطولي اللي هو وزن سيخ طوله 1 متر. أنا كده يعني بشكر حضراتكم جدا جدا، بسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.